مساء الخير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث ترتفع قليلا درجات الحرارة مع بقائها باردة خلال ساعات هذه الليلة. 11 درجة مئوية مع طقس صافي الملموسة 9 درجات، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة. إربد 25 إلى 16، نفس الحرارة في جرش، عجلون 24 إلى 16، والمفرق 25 إلى 14 مع أجواء صافية بشكل عام. المنطقة الوسطى أيضا ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، البحر الميت 31 إلى 24 درجة مئوية، مأدبة 26 إلى 16، البلقاء 24 إلى 16، وعمان 24 إلى 15، أما الزرقاء 26 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 16، الطفيلة 24 إلى 16، الشبك 22 إلى 13، معان 25 إلى 13، والعقبة 34 إلى 24 درجة مئوية مع طقس صافي بالمجمل. المنطقة الشرقية الأزرق 28 إلى 15، نفس الحرارة تقريبا في الصفاوي، أما رويش الطقس صافي مع 26 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، مساء سعيد نتمنى للجميع وللقاء.